فكان يحط فيه فوق المشكلات نصف الجمعة اللي عند منها البلد باش تفرج عبارة ثلاثة. يعرفوا ذوك الأيام الطيبة. نعم. أيام كنا كان ما نحصلوش نقولوا لا خبطة من هذاك البوليس بتاع زمان تاع العصام باش نعرفوا نمزوا باش نخش الملعب. أنا مش قاعد أفهم هذا. مرة خالي كان جايبني فنقزنا من جالي نعم. فما تلقيت تعلم فيها في التنقيز من تو صيرش. والله طبعا ما عندهاش تنقيز. انت تعرف كل كان فيها تقشف فمن ما عندناش كيف ضروري نقزنا باش نفهم. باش معطينا نقد رانا موقعين مهمين. اول حاجه عندنا حد اولا مبروك الثقه. فيك بارك فيك. سمعت يعني الانتخابات كانت انتخابات جيده ونجاح اختيارك هذا يعني تزكيه من الناس الجمهور الهلالي. بارك الله فيك الجمهور.